اتفضل اسمك يا حاج. انا اسمي حسني خليفه. أيوة اهل العباسيه. اتفضل. انا بقالي ما يقرب من 20 سنه هنا. تمام. طبعا احنا واقفين عشان الجيش، طبعا ما كانش ينفع التشابك بتاع اللي جايين التحرير في الجيش. تمام. التظاهر سلمي ماشي، هم اول ما دخلوا قالوا سلميه امين، خلاص احنا قلنا لكل اللي واقفين من اهل العباسيه المظاهره سلميه، ما فيش اي كلام، ما حدش يتعدى على اي حد. لكن المجموعه اللي دخلت زي ما بيقولوا في وش المدفع مجموعه ضايعه مغيبه نهائي. اللي مبرشم واللي وشه متعلم واللي متشرط واللي معمول، دول صفين ثلاثه قدامانيين فعلا، اقسم بالله العظيم. جايين منين يا حاج؟ من انهي اتجاه؟ اللي جايين من التحرير، جايين كده، جايين كده، بيتكلم الواحد منهم مغيب. اشكال زي ما تكون خارجه من حجز، مش فبتكلم واحد منهم مش عارف انت بتقول ايه. وشباب 14 سنه و15 سنه، هل شاب 14 سنه عنده وعي بمعنى ايه يشيل المشير؟ هل عنده وعي لما يقول للجيش انت، يقول للعسكري دون انت ما عندكش شرف؟ يفهم ايه الطفل الصغير اللي عنده 14 سنه يقول لعسكري؟ العسكري ده مامور من الاعلى منه من قائده، تقول له انت مش شريف، انت ما عندكش شرف؟ فده كان غلط. فانا لغايه ما بدا الاشتباك ورجعوا لورا بتوع التحرير، ابتدى كان معاهم شنط. الشنط بقى طلع منها طوب وطلع منها ازايز. طبعا كل واحد من المنطقه مش هيقف يتفرج على اهل بيته وما يضربوا، لازم ادافع عن نفسي. انت قلت سلميه، لكن كان في مجموعه ورا معاها شنط، شنط فيها طوب وفيها ازايز، خرجت ومن يطوف خرج من ورا. واللي منقبه دي مطلعها من يطوف من تحت البتاع. اخت منقبه اكلمها تقول لك انت كافر؟ هي تعرف انا كافر ولا مش كافر؟ تقول لي انت كافر. طب وانت لما منقبه كده بتشد، يعني انت مش مكسوفه وانت بترفعي اللي انت لابساه دوت؟ مش مكسوفه وانت بتدي من لا 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 مش مكسوفه. ها؟ فين العفه لما انت بترفعي؟ لا هي مش منتصبه، لكن ممكن تكون لابسه كده بقى. ما هي لابسه كده، ما هي بقت موضه كده. لا ما هي بقت موضه. ورا النقاب ورا الحجاب بتتدارى عشان تقول ده اخت منقبه. وبكلمك ده بقى اخ ملتحي. يعني هم بيسيئوا للاسلام وبيسيئوا لحاجات كتير وبيسيئوا للثوره اللي اتعملت. مجموعة داخلة مرتشية، دي مجموعة مرتشية. انك انت راجل لو جات الضرب الحقيقي سلمنا للجيش. ايه؟ واحد شعره ابيض سلمنا للجيش، مش كان عند البنزيمة كان بيدي 100، سلمنا للجيش وهو عند البنزيمة. بيدي ايه؟ فلوس. فلوس 100 جنيه. طب بيفرق فلوس. شعره ابيض. طب اقسم بالله العظيم ده حق. معرفش اسمه. اقسم بالله العظيم. احنا خدنا باسبوره، خدنا باسبوره والناس كلها شافته، خدنا باسبوره. ده مصري ولا لا؟ مش مصري. اتفضل. واحدة الجيش دخل جاب واحدة من جوه. اديني عقلك، معلش في النقطة دي تحديدا. يعني لما هو بيدفع 100 جنيه بالعقل والمنطق اللي جاي يدفع ده، جاي يدفع في وسط الليله؟ لا ما كانش يعني وسط الليله. لا 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 يدفع هناك. لا 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 يعني قبل ما يجي يكون مظبط. يكون مظبط يعني كده، يبقى ده شخص ساذج جدا اللي جاي في وسط المعمعه ويقول لك ما ينفعش اقف على المسرح انا. هذا اظن الناس مش واصلين من تاسع في وسط. لا ده كتير. الجيش دخل جاب واحده فعلا، جاب من جوه، جاب من جوه من عندنا من الجيش. واحده موجوده اسرائيليه. ايوه والله العظيم. اسرائيليه جت تعمل ايه؟ وفي واحد كان عايز يتكلم. الكلام ده خطير. لا مش خطير، ده دي حقيقه فعلا. انا عايز اقول لك على حاجه الاول، ان الجيش دون لازم نشكره، ده قبل كل شيء. لان الجيش ده انت وانا ودون 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 ودون، ما اقدرش انا اتهجم على الشرطه. الناس بقت صاروا محترمين. اتهجم عليه كمان. انت صاروا محترمين. يبقى بلد شكر. والمشوار والحبيب. يبقى بلد شكر. في ناس ليها مصالح. احنا اللي كسرنا ده. ده الثورة. احنا اللي كسرنا ده. ناس محترمة. لا ناس محترمة اللي كسرنا. لذلك انا بقول لحضرتك المجموعة اللي جت في اول طابورين ثلاثة دول كان ناس مغيبين تماما فاقد الوعي، هو مش عارف حاجة، مش عارف بيعمل ايه وبيتكلم ويقول ايه. كسروا وطلعوا سلاح. عنده شغل. شكرا 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 شكرا.